حل الأزمات، عشق تقديم الخدمات، وحاول حل الأزمات. وانت على بال بمقالب كل الحلقات، وانت على بال بمقالب كل الحلقات. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب، والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. ويا خوفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب، ويا خوفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب. أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب، والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب. لكن اصبر يا جمعة، اصبر يا سلمان. انزل تحت في الأرشيف يا جموع، انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع، تنزل تحت في الأرشيف يا جموع. أقول إيش سويت بالاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ هتجيب لنا واحدة تقوم دور عايدة؟ والله إيش أقول لك؟ أنت مسوي مثل الهواء والماي، ما وراك أمان. لا يا جماعة يا صديقي، لا أنا بس أتمازح معك. يعني أنت قصدك تبي تخدم موزة وتطمنها لما تجيب لها العجوز وبعد ذلك تتزوج عايدة، ما كذاك؟ بس أنت إيش يخصك يا جماعة؟ ها؟ إيش يخصك؟ أنا دائما أقول إنك عروض أنت. أنا؟ لا قصدي أنت طيب وولد حلال. فكرت أول. انتظرها يوم الخميس؟ والله ما أعرف عاد، هذا بعد اللي صار بيوافق ولا لا؟ تشوف إيش سوى فيني بالله عليك. من؟ هذا اللي رحت علشانه. واللي هو من؟ اللي سوى فيني كذا. جمعة وبعدين معاك؟ اسمعني. انت بتعطيني القديم والجديد ولا لا؟ ولا كيف يعني؟ ما اعطيك ولا بيس يا جمعة الا بعد ما يتم اللي ما بعد الخميس، واياك ثم اياك وتجيب سيرة لموزة، فاهم يا جمية؟ اسمي ضرب بريح ياك، ضرب بريح. تستاهل اللي ياك، انت تستاهل. اصلا انت ما تستحي على وجهك. وليش استحي يا عمي؟ انا قلت ارسل حالكم عشان تتفقوا معه. ارسل حالكم عشان تتفقوا معه؟ هم فكرناك بتجيب خالك حمدان من البلد؟ نعم. يعني المساله صار فيها سوء تفاهم وطحتنا فيها يعني. افا عليك بس يا ولد اخوي، افا عليك يا يمه. انت كيف ترفع لنفسك تزوج واحد غريب لبنت عمك؟ كيف؟ وايش فيها يا عمي؟ ما دام انه شاب مستقيم وولد حلال واشتغل بجد. وبعدين يا عمي هاي النظره لازم تتغير مره واحده. بس عاد بس غير مره واحده.
خسارة فيك كل لقمة كليتها في هذا البيت. احنا جالسين نقوعك شوية ونشبعك شوية علشان تحس وفي الآخر تجيب حال بنت عمك خطيب غيرك. ما بوقت هذا الكلام يا مريم، هو حر واحنا بيتنا نبغاها وشارينها. نعم اسمع يا ولدي يا يمعه، بصريح العبارة انا بقول لك الكلام هذا من زمان، لكن الحين بقول لك ياه. بنت عمك بتتزوجها ولا لا؟ صالح خليني اكلمه. ايش فيه اذا كلمته؟ بعدين كله ملاعي يا العم، والمثل يقول اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك، وكلهم الله عيال عم. بتتزوج بنت عمك ولا لا؟ خبرني. ايوه بس لكن يعني لا لكن ولا شيء. بنت عمك وانت ولا فيها يا ولدي، بتتزوجها ولا لا؟ اي بس يا عمي حمد، تهمني سعادتي على تعاسة غيري يا عمي، ما يستوي. لا والله حساس. ها ولدي خلصني، بتتزوج بنت عمك ولا لا؟ بصراحة يا عمي أنا أعتبر فاطمة مثل أختي وبتظل مثل أختي يعني. والأخوة أقوى وأمتن، ما هذا كلامك يلي بغيت تطلقني من عمك وتطردني من بيتي؟ قوم سير شوف شغلك، ومن اليوم غادي أنت في درب وإحنا في درب. مريم عيب هذا الكلام. إيش تبغاني أقول له يعني؟ قولي له من اليوم ورايح أنت من طريق وحن من طريق خلاص. أنا هو بس يا يمعي يا ولدي لا تحرق نفسك وقاعد تدور على الكلام، خلاص الزواج قسم ونصيب. وإياني وإياك تضبط أوقات الأكل ولا حتى تمرهنا، فاهم؟ مريم يحمد ربه أنك بعدك عمه وبعده هو باقي في هذا البيت. واو حمد يا عمي حمد يعني. لا تيب سيرته مرة ثانية يا عمي، الوظيفة ما كل شيء ما دام أنا إنسان شريف ويكدح ويخلص في عمله وود حلال وشاريكم خذوه. خلاص يا ولدي يا يمع خلاص، الله يحفظك، توكل قدامك الرحمن، روح. مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظك. أحسن كل واحد يكون في حاله ويشوف مصلحته بنفسه مهما كان. يا مريم هذا ولد أخويا وأنا مسؤول عنه، والزواج يا مريم قسم ونصيب. وساعت ما بشوف كمبي وما أدرش أداري وخنبي، أبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب. فرعان أشوف تأخرت شحمة فؤادك. لا هو في الحقيقة قال لي إنه جاي الحين يعني. هو من؟ هو يعني هو ولدها من بعد هو الله يديش. زي بسألك عاد أنا، ولدها موافق إنك تتزوج أمه قطر الندى؟ الله يهديش يا موزة، هذيل ناس على قد حالهم، الحين بتجي وما تتأكدي بنفسك منها. الله يستر بس. أوه يعني أنت بعدك مصر لك تتزوجها؟ أبوي. أتزوجها. وكيف اتزوجها يا ناس؟ كيف اتزوجها؟ ما خلاص كل شيء انتهى، والسبب غيرتش يا حرمنا المصون. اسمع انت، انا اغير عليك انت؟ مستحيل. عفوا كيف ما تغيري؟ ترى كل حرمه تغار على زوجها. هي لما يكون زوجها رجال يعني. موتة. المهم انها توصل بس. يا ناس ما في داعي لهذه المواجهة. ايش اسوي يا بنتي؟ ايش اسوي؟ هذه تراها تحكمات امش. الله يستر بس، الله يستر. افهمني بس يا حمد افهمني. ما عندي اي استعداد للتفاهم معاك، انت فاهم؟ انت ليش كذا تعاملني مثل جاهل صغير؟ ليه؟ فعلا انت جاهل صغير. ما له يا جماعة، أنا أرسلك تكون واسطة خير، تقوم أنت تخطب حال نفسك. قلنا لك يا أخي سوء تفاهم. سوء تفاهم ها؟ وأنا إيش استفدت من سوء التفاهم هذا غير الطرد والإهانة؟ وأنا الضرب. تستاهل والله تستاهل، تصدق لولا خوفي على نفسي ومستقبلي كان خلصت عليك. راح أقول لك راح. والسالفة؟ ما بيني وبينك أي سوالف، روح أقول لك روح. والحل؟ الحل يا ناس، الحين صرت تورط في مكانين، ظاهر ان الراتب بيضيع خلاص.
ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي ابكي من فرحة قلبي. انت ابو مخبي وابو مخافي. اشوفك قمر 14 بعدها ما قالت ما جات. والله يا موزة يا حرمنا المصون الحين بتجي وسأليها بنفسك. اسألها. مساء الخير. مالش يا بنت الضحكي مو فيه. أستا الله يبارك عيدو عصرنا ضامة بياضها عن سواد الناس. تمخطري أبوي أنتي تمخطري. وأبوي ولابسة قفازات بعد عن يكون فيها قرب بس. دوكم هي دي هو ذا الذوق ذي روع قني. والله ما أدري هذه هي قدام سليفة. أهلا أهلا مدام عيدو. عمي مدام ومن عيدو بعد ذي. وأبوي ليش انتي مع عيدو؟ والله ما اعرف انا منه ولا ايش؟ مو دراني؟ يا عايده الله يهديش خلي عنك المزاح. اقول عايده وين هذا جمعه؟ شوفوا ما جاي مع جمعه. جمعه مسكين الباحه يمكن سهران وصار في نومه ولا شيء. كل جمعه وانتو طيبين ان شاء الله. هو ذا الذوق هو كيف وجهك اخ عنك ذي طولها طول نص الليل حتى ما قياسك هم بتوحي لها هذه طول عمره عفريت. هذا زوجك طول عمره عفريت وعينه زايغه وما يجي الا بالعين الحمراء. هي لو سمحتي لا تجلسي تتكلمي عن ابوي بهذه الطريقه. انا يكون انت بنت هدى. ايوه عجب ابوي قولي حال ابوش هلا يدورك ذاك وتبصرخ يمين وشمال. خبري ويمسكوه. عايدة بس خليني اشفي غليلي منك. بالله عليك عندك الحرمة الطيبة الجميلة ام الامورة هذي وهالبنية الجميلة الحلوة هاي ملك الجمال مثل القمر وبعد جالسة تلف وتدور وما حصلت غيري لا تعاكسه. يعاكسي شلتي؟ صحيح يوم قالوا العتب على النظر. لا وبعد يبغى يتزوجني. عايده 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 من به؟ عايده 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 انتي؟ والله ما كان عندي خبر وحده. لا 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 الكلمه هذه ما غريبه علي. نعم تعال تاولتي ابو ما شايفه بعمرش الدرب تقول ان سلمان باغي يزوجك غصب عنك. ما سوي يا بنت الحلال. هذا ولد فارط وما اصرخ وعينه زايغه وما يجي الا بالعين الحمراء. الله لا يعطيك عافيه جمعه. الله لا يعطيك عافيه. لا تسب وتلعن. انا ما سبش انتي. انا العن جمعه قاس. وانا وجمعه واحد. قصدي لو ما جمعه كانت والشركة ومشامة جمعة وعقله كانت وزمان الشركة والمدى والبنية كلهم باي 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 باي. تعالي تعالي يا الغبرة انت وانتي يا البرصة. من علمش بهذه السوالف؟ سلمان اي ماله صدقي اي بغي يغصبني على الزواج. شو انتي وانا بعد من قلة عقلي كنت موافق علي. وليش وافقي؟ ليش وافقي؟ لأن الله يسلمش قال لي يا ويل إيه؟ انت يا ون كل شيء هو استولى على كلام مالش واستويت انت تو مثل الخاتم في اصبعه. انا يا سلمانو ايش دراني انا هذه عجيزة وتخرف مبارك. وبعدك تضحك بعدك تضحك. لا ويقول بعد منش انت يا وانا كلش نكد وعسك وما حيتحمل شعوره وخسفه. هذه اوصافش انتي وانتي غلطانه بيكون اوصافش انتي. انا كذاك وما حد يتحملني. ما عليك ما خليتك دمران ومني ما سلمان يا غدار يا خاين. بوي الله يعطيك العافيه يا جماعه. لا تلعن. معقولة يا أمي وبي كان يريد يتزوج هذه؟ عجنا وشفنا يا بنتي. عايدة عايدو شيمة كان في شيمة خلي عنيش هذا مساح معلش الله ليش انتي؟ عايدة من أمه؟ عايدة انتي ما؟ ها؟
ما عندي خبر وحدي. شلي دينا اتمش الحرم. سمعيني يا ابوي. اي حتي مسك زوجش عنه مسكين. وحدي شباقتنه ترى وحدي عندي اولاد كبار سمعت مني ولا خبرتهم يضربوه يقطعوا قطعه قطعه ويخلوه في العصاره ويخلطوا مع الحليب ويقدموه على اسناني البعض. دواك اختيارك. احنا هذه المصيبه من هين جاتنا؟ من هين حلت علينا؟ اسالي سؤال جاي اسالي سؤال. انت جايه تكحليها ولا جاي تعميها؟ جايه كربخه على راسك يا الظالم انت. طيب سلمان خليها يا امي خليه يطردها بدل ما تجلس تتكلم عن ابوي كلام جارح ونسكت. وليش يطردها؟ ما هي قايت تسوي مشاركتي اختيار ابوش اللي بغى يتزوجها حبيبه القلب. نعم نعم مالك نحلة ما أتمع. أنا مش ما أنا كم أتكلم على حدكم طاحين فينا شوف كم مالينا ما مو فيني مو بعد كاشمي هاي وحدي 500 مليون يالف مليون با هاي كمال أما أبقى دي الأخصاب دي الحص من اللي بغى. بسم الله عليك أنت. نعم أنا وسيلة مو هيدا الحص سيلي. طلي برا عم طالع طلي الله يسوف طلي عم طالع طلي برا عم مسير عاقبنش تقوي عاقبنش. لا عاقبت إنك أنت الفضايح هذه بو إحنا فيها ترى. ترى أنت السبب. ابغى اشوفها كم اكو شفتيها قدام شوفيها ها تو شايفني دلوقتي قدامك شايفني انا قلت جمعه زين وفي جمعه احسن من جمعه اللي قدامك ذا. طلع الله يصفي صفي خمسه واحده ماشي لا بتطلعي وبتمشي يا شبيها انت ويوم اللي انت في القلب مطمن يوم اللي غاز ليش انت يلا انت لا يعصروش ويقطعوش في حلق كلب يموت. نعم ابوك ذاك لا ابوي لا اما لا حبيبتي لا عم طالع من هنا الا لما تقول حمزوي ذي الحص الظالم ذا يعطي جمعة حقوقه بالكامل وراتبه اللي خصمه منه كله مسكين جمعة ما حتى ريال ما شاف جيبه مسكين جمعة ريال واحد. حسبي الله عليك المجنون يا الظالم انت. صحيح سلمان ذا الكلام مخلي الرجال ما في حيلته حتى بعثه وحده مخلينا حليان. لا 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 ابدا ابدا يا موزة جمعة خد فلوسه بالكامل الله يديش. كذاب كذاب لو سمحتي لا تغلطين على ابوك كذي. ابوي شكله إيه؟ خلي جمعه كذبي. واي انا اكذبك؟ انا قلت جمعه انزين وهذا انا جمعه ها خذوا. ابو جمعه هي جمعه اخ عليك اخ اسميك عاد يا جمعه يا انك طحت من عيني. نعم يا ولد الحلال تو انت ايش اللي خلاك تسوي كذاك وتسبل بعمرك وخليتنا نقول عنك يا المرضيه ويا الغبره يا الشبيهه اسميك عاد ايش اسوي؟ الرجال اللي اتفقت معاه يوفر لي حرمه تقوم بدور عايده بعد ما اكل وضرب له 4 خبزات وشبع وخده طرده على الخفيف رفض يجيب لي حرمه تقوم بهالدور الخسيس. ايش؟ ايه وانت ايش اللي خلاك تسوي كذي؟ انا كنت اتمنى يا انس هودة اني ارجع المياه الى مجاريها بين الاستاذ موزة والاستاذ سلمان لكن لما شفت الاستاذ سلمان يطلبني في حقوقي ما قدرت اصبر على هاي الظلم وقلت هاي ما يستاهل حد يخدمه. يا بي تعال يا لعين تعال يعني موضوع ها؟ يعني قرادة وشو يعمرها؟ الله يخرب بيتك يا جمعة مثل ما ناوي تخرب بيتي. كفاك يا جمعة كفاك أنا ما كنت أظن إنك تكرهني لهذه الدرجة وأنا اللي ما كنت أفكر إلا فيك. أحلم باليوم اللي يجمعني معاك في عش واحد كذاك تخيب رجائي وتهدم أمالي. خلاص ما فيكم فايدة لكن جمع قال إنه يحبني مثل أخته وهو اللي شجعني على التعليم إذن أنا لازم أفكر فيه مثل أخوي وأحبه كأنه أخوي
لازم أواصل التعليم عشان عقلي يكبر يفكر زين وما يغلط مرة ثانية. أنا أسوي عمري حرمة والبس ثياب حريم أتنكر كذاك؟ لا ومستأجر بعد ثياب غاليات فلوس كثيرة، لكن يالله كله يهون ما دامنا في خدمة البشرية. طيب أنا خدام الزملاء خدام الجميع، أخدم موزة وسلمان، لكن أنا ليش أنسى نفسي؟ ليش ما أهتم بنفسي على الأقل عشان نجوى؟ عندما نظر إليها وأصبحت عيناه في عينيها وقال لها بكل ثقة: أحبك 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 أحبك، نظر إليها بثقة وحب وعينيه بعينيها وقال لها: أحبك أحبك. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. ليش تشوف علي كذا؟ أنا أشوف وأنتي بعدين تشوفي. جمعة أنا عندي شغل واجد. أساعدك؟ لا. جمعة أنت فيك شيء؟ لا أبداً، بس هذه جمل اعتراضية يعني. أنتي تشوفين علي وأنا أشوف عليك وعيني في عينك وبعدين نقول يعني إن أنا هو. أنا بصراحة ما فاهمة شيء. أخ يا نجوى تركزي معي في النظر شوية، كنا بنوصل. نعم بنوصل. أخ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. هذا وقته، كان باقي شعرة واحدة ونوصل بس، لكن هلا ما يجون غير الوقت المناسب. ها جبت الشغل معك؟ عساك خلصت الشغل. أنا عساك خلصته. اطمن وخلصته كله وعلى المكاتب بعد. على المكاتب خلص. زين زين ما في فايدة. هي والله. بس انت زعلتي يا أنسة يعني؟ للأسف انت مثلهم لو أخص عنهم بعد. أنا؟ انت ايش ما تحس؟ هذول واضحين وعارفين انهم سووا الغلط، لكن انت جاتك فرصة وظهرت شخصيتك الحقيقية. لما تغير موقعك ضعفت مرة ثانية. انت ايش تحب تصير مثلهم؟ أنا سنجوى، أنا يعني أريد. من فضلك عندي شغل. اسمع يا عبد الله. نعم نعم. كل موظفين مكتبي خليهم يجوا عندي الحين هنا المكتب إن شاء الله. وخاصة هذاك الموظف المهمل الكسول. عندنا موظف مهمل وكسول؟ أيوة عندنا موظف ومهمل وكسول بعد، واسمه جمعة. هو تو جمعة موظف مهمل وكسول؟ بس لا يلا بسرعه اقول لك ان شاء الله. حاضر. نادهم بسرعه يلا. جمعة مكسول ليش وكسول؟ سبحان الله. ما عليك يا جمعة ما عليك، اذا ما طلعت مصارينك من بطنك ولا ما اكون انا سلمان ولا ابو سلمان. جايين البيت ومتحولين لي عايدة؟ باغي تفضحني قدام زوجتي؟ فشلني قدام حرم المصون يا جمعة؟ ما عليك. ادخل ادخل.
صباح الخير يا استاذ سلمان. صباح الخير استاذ سلمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وقف زين يا تعبان، ولا تبغاني اعلمك كيف توقف بعد؟ ليش انت تشتغل في بس خلاص. ولا صدقت يا مدير عام سابقا؟ انت ظاهر جالس تلاعبني. بس خلاص قلت لك. ما انت السبب، ما انت اللي بس ولا كلمه. ولا فاكر اللي كانوا يساعدوك يوقفوا معاك موجودين؟ لا بالا، هذا كان زمان يا جموع، الحين انا الكل في الكل في هذه الشركه. ليش ساكت؟ ليش ما تتكلم يا فالح؟ تكلم، قول شيء. يا حضرة المدير العام، لا تدفعني لشيء انا مستغني عنه. بعد تتكلم؟ ها تتكلم بعدك؟ لك وش تتكلم بعدك؟ طبعا انا وجهي معروف والكل عارف اني زين، وانت عارف اني زين. انا متربي واتكلم على اصول بعد. بس ما في داعي لهذا الكلام. هات اشوف شغلك. الو نعم موسى. سمعي لا تقولي لي جمعه قال جمعه سوى. مين جمعه هذا؟ مين هذا جمعه؟ ما يخصش. السلام ما السلام، هذا ما يخصش. انا المسؤول، مع السلامه. جمعه هالفتنه بجمعه. نشوف شغلكم الحين. حسان. نعم استاذ. سعيد. نعم كله شغلكم مضبوط وزين وانا مرتاح منه وسعيد جدا، ما عدا شغل هذا الموظف المهبل الكسول هذا. انا؟ ايوه انت. لا صحيح انت صح. اقول لك انت. لا انا عارف انك انت. انا لما اقول انت يعني انت، فهم؟ وحد قال انه انا؟ لا استاذ كذاك صح. لا كذاك صح. انا كذاك ابغى. كذاك ابغى انا. صحيح تاني قلت ان ثقافتك اجنبيه. عاد انت اللي ثقافتك عربيه يا جاهل. حسان. نعم استاذ. انت ليش ما تحاول تعلم هذا المهمل هذا؟ ايه بس ماش فايده؟ تصدق استاذ سلمان يقول انه يكتب لي رسائل والاقيها كلها شخبطه في شخبطه، هذا حتى حرف واحد ما يعرف يكتب. أنا يا سعيد أنا؟ وتفتكر إنه هو بيكون هناك؟ لا بالا، هذا كان زمان. كان زمان لما كان هو يعني الحين أنا، لما كنت أنا الحين أنا الكل. فاهم ولا لا؟ إيش هذا؟ لغز فزورة ولا إيش هذا؟ لا هذه فزورة وأنت عارف حلها زين. والسبال في عين أم غزال. خلاص بس سبال ان شاء الله يعلقك مريولك في السقف. يعلقك ان شاء الله. حسن. نعم استاذ. اسمع يا حسان. نعم استاذ سلمان. هذا كشف اسماء الموظفين اللي يستاهلوا يعني مكافآت لهذا الشهر. شكرا استاذ. وفي بعد كشف اسماء اللي ترقوا هذه السنه فوق ترقياتهم، والاسماء كلها موجوده هنا، ما عدا اسم هذا ما موجود. شكرا استاذ. شكرا. شكرا استاذ. شكرا استاذ سلمان. عفوا. أنا موجود؟ أيوة أنت. أنت يا موظف يا تعبان يا كسول. ولو رحت اشتكيت لسابع عرض وقلت لهم على اللي أنت فيه الحين، كان بقلبها عليك وعليهم، وساعتها ما حد بينفعك صدقني أنا. وألاعيبك ومقالبك هذه خلاص ما لها فايدة الحين، ما لها فعالية يا جموع. ولو طلعت أعلى جبل وصرخت بأعلى ما أوتيت من صوت، ما حد بينفعك. وانا بعد يا جمعه انا ما بتحصل مني ولا بس. فمالا سير بقى شوف شغلك. مشكور. مع السلامه. فمالا روح يا تعبان يا كسول، روح. يا الله يا الله، اني بس ابغى اشفي غليلي من هذا الانسان، ابغاه الكهرباء.
مثل ما هلكني. اخ 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 يا سلمان واخ، يعني وصلت في القرآن نسك التلفون في وجهي بعد كل اللي سواه. يا امي بصراحة انت السبب. انا السبب؟ ايوه، وابوي حلفش انه قطع علاقته بيها، وانت صممتي انك تشوفينا، علشان كذي ابوي اتفق مع جمعة علشان يرضيك. لا يا حبيبتي، انا ما نخم بكلامك وكلام ابوش، انا سامعة ابوش يتكلم معاها وهو في الشركة. حتى ولو. ايش يعني؟ تدافعي عن ابوش على حسابي ولا كيف؟ يا امي، حاولي تعيشي في سلام، حاولي تعرفي ايش اللي ناقصنا في بيته، بدل ما يدور على هذا النقص برا بيته يا امي. بس ايش يا امي؟ ما احب الانسان يعرف عيوبه ويحاول يصلحها، بدل ما يتمادى فيها. اي بس الظاهر ان ابوش ما يبغى يرسيها على بر. واللي مثل ابوش يا هدى لازم حد يكون وراه. ايش يعني؟ يعني يا حبيبتي لازم اعرف عنك كل صغيره وكبيره، اعرف كل حركاته وكل سكناته، يعني لازم اخلي حد يراقبه ومن غير ما يعرف لغايه ما ينصاد. بس عاد من اللي يراقبه؟ لا تزعلي يا جمعة، إن شاء الله بكرة يرضى عليك وتأخذ كل حقوقك. أتمنى يا مدام، أتمنى. وإيش تتمنى يا جمعة؟ أتمنى أكل سندويش همبرجر ولا شيكين ولا حتى برياني بقبولي. بس تعرف يا جمعة، أنا كل يوم أكل همبرجر وشيكين وقبولي بتقول عنه، لكن هذا عمره ما فاز. أنا قلت لك يا مدام عرفيني عليه وأنا بخليه إن شاء الله يغلب. وانا خضيت بكلامك لكن ما نفع. لا، الكلام مني انا شيء ثاني. هذا انت كل يوم تكلمينه ومكسره عمرك، وكل يوم بعد هو مهزوم. هذا اسمع جمعه، خلي يزول ذا الرجال، خلي يزول يتكسر يسوي بنفسه. هذا الرجال فزعان فزعان على حد يحسده. وما دامك تقولين هذا الكلام، ليش زعلانه بعد؟ انا زعلانه من سالم نفسه، هذا ما حاس بي، ما حاس بعواطفي ولا بشيء. هذا حياته كلها عنف في عنف، كلها حياته كراتيه، هو بعدين يسيل الدم وتعذب. انا اطمني يا مدام سهام، اطمني. خلاص سالم ان شاء الله هذا بيرجع لرشته. صحيح؟ انت كيف عرفت؟ اكيد تعرفه. اكيد انا اعرفه، ولا عمري شفته. هو اذا كيف تعرف؟ بالعلم بالثقافه، انما جهلك وجهله هو اللي مخلينكم ما شايفين شيء. جمعه شوفوا يا مدام، سالم محتاج إلى ثقة وأنا بعطي هاي الثقة، وإن شاء الله بيفوز. أي نعم بيفوز، وبتعيشوا في سبات ونبات وجماد وحيوان وبلاد. صحيح يا جماعة؟ أنت بس عرفيني علي يا مدام وخلي الباقي علي أنا. تعرف يا جماعة، أنا دائما أكلمه عن رجولتك وشهامتك، وأكيد هو بيفرح كثير لما يشوفك، لأنه من زمان هو باغي يتعرف عليك. اسمع يا جماعة، أنت اليوم معزوم عندنا على شاي. تعرف الساعة كم؟ الساعة 5. وليش على شاي؟ خلوا الشاي شوية لما يبرد، يعني خلوا العزيمة بعد الشاي، يعني على العشاء. مريم، اتعوذي من الشيطان وخلي هذا اليوم يعدي على خير. إن شاء الله ما عدى على خير. 20 سنة يلعين وأنا صابرة معاك وساكتة وما أقول شيء. مريم، بس سكتوا ولا لا؟ لا تعال 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 قرب. لا قرب، ضربني كملها مرة واحدة. هي قرب. أنا عمري إيدي هذه ما انمدت عليك، لكن عاد إذا فكرت إني أمدها بمدها على لسانك الطويل هذا ولزغ من داخل منك. تعال قرب قرب أشوف كيف تسويها. مريم أقول لك سكت أحسن لي. أبوي أمي إيش فيكم؟ إيش هذا الصراخ؟ الجيران يسمعونا، عيب عيب. قولي هذا الكلام حال أبوش. لا، هذا الكلام ينقال لك أنت إياه. يم المشاكل والصراخ، الصبح مشاكل، الظهر مشاكل، فكل وقت مشاكل، كل هذا علشان قلت لك سوي لي كوب شاي وبس. ليش ما تسوي حال عمرك كوب شاي؟ خلاص ما اريد كوب شاي ولا اريد غير. بس اوه الحياة بينكم، ما طاق ما طاق، حرام عليكم حرام. خلاص انا اللي افكر اني اترك هذا البيت واشوف لي بيت ثاني احسن. احسن. نعم احسن.
مع السلامة. حال مواقف. والله يا رب يا رب صبرك، ولا بسوي جريمة ترى. يا برنك على راسك ولا بصنك على شداغك، وانت السبب. برنك شري هل عليك. مع السلامة. لا تدافع واجدة. مع السلامة إن شاء الله. سيرة بلا رجعة يا رب العالمين. ليش كل هذا يا أمي؟ ليش؟ هي أنت بعد؟ إحنا ما صدقنا ارتحنا من أبوش، قاعدتني أنت بعد؟ أبوي ما مرتاح في هذا البيت وأنت ما مرتاحة. زي قولوا لي أنا كيف أعيش بينكم مرتاحة؟ أنت تو تبي تقولي أني أنا السبب، ما كذاك؟ أول كان أبوش أول ما يوصل البيت على طول يسأل عن الأكل، لكنه تو يدور بس سبب واحد علشان يضاربني. مو تبغيني أسكت له؟ لا بل لا لا ما أسكت. كيف يكون التفاهم بينكم مستحيل بعد هذا السن؟ وين العشرة؟ وين الاحترام؟ الاحترام؟ خلاص أبوي، أبوش كبار وقام يخرف. زين ليش ما تفهمي بالهداوة؟ ليش؟ الحين أنا بعرف السالفة، يعني كل اللوم علي أنا؟ لأنه يا أمي اللي يصير هذا كله ما معقول. وإيش المعقول؟ المعقول إنكم كبرتوا، والمفروض يكون بينكم احترام وتفاهم وتقدير، وكل هذه الصفات لازم تكون كبرت معاكم. شوفوا هذه البنية، المفروض يكون بينكم حب. الحب هو اللي يخلق هذه الصفات، وبالحب تبدأ الحياة وتنتهي. كذاك تقول كل الكتب. والله لا حول، والله لا حول، والله لو واحد ما حيانا تصير مواقف غريبة. انت الحين انا صار لي ساعة قاعد معاك هني وقاعد تضحك، ضحكني، خليني اضحك معك بدال الهم والغم اللي شايفينه من مريم. ريال طول عرض وجالس تنطط على حبل، قمت انا اتنطط معاه، حسبني طايح فيه وانا ولا عندي خبر بعد. ما عندك خبر فيه؟ انا يا عمي اصلا كنت رايح اصلح الموضوع، قمت وطينتها زياده. وهذه غريبه عليك، ترى معروف عنك بدل ما تكحل تعميه. بس انا ماني عارف كيف هذا الخرتيت ينغلم. بس يا ولدي القوي عليه الا اقوى منه. أكيد الحين سهام زعلانة مني، أنا عارف. زين الحين أنت طايح في ضرب وتكفيخ وحالتك لله، وهو ساكت ما يرد عليك؟ هذا يقدر يسوي شيء الله يهديك يا عمي، مع إني مع ذلك أنت ما كنت عارف عنه إنه هو، ولما عرفت ما قدرت أتكلم. وإيش سويت؟ إيش سويت بعد؟ شغلت الويلات وركضت، وهو يركض وراي وأنا أركض. يعني أنت تركض وهو يركض وراك؟ أي نعم يا عمي، ركضت ركض اليوم. تعرف يا إيمه؟ نعم. حتى أني عمك ودي أركب أركب بعيد بعيد ومرجع علشان ما أشوف مريم. مريم؟ ليش أنتوا تهاوشتوا مرة ثانية بعدكم؟ يا ولدي الرجال اللي في مثل سني بحاجة الحب، الاحترام، العطف، الحنية، ما بهوى أشو صراخ وقع رأس. نعم أنا ودي أطفش، أنا ما بكني عايش في هالبيت. تعرف لولا بنتي فاطمة نعم كان طلعت وهقيت ولا برجع. يا عمي الحياة الزوجية محتاجة لتجديد باستمرار، محتاجة ان الزوج والزوجة يحسوا انه توهم بعدهم عرسان جدد. ايه يا جماعة خلاص يا ولدي، اللي مثلي انا يا ولدي قطار العمر توقف عنده. زين يا عمي الحق القطار الثاني. تعرف يا ولدي لولا كنت يا جماعة نعم ما كان حد بيرفع عني. الله يخليك ان شاء الله. يا الله ولا يهمك يا عمي، مشكلتك انا بحلها.
يهدى ولا يستريح. مع جمعة في مهب الريح. ما يهدى ولا يستريح. من هين يهدى؟ من هين يهدى؟ يضحك من قلبنا نسعد. يا سلمى جرب فوق حنضحك بالغم. اضحكوا عند الجنة هيا ضروري.